السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله هذه الوصفه راه زوينه مجربه وفعاله ديال الحمل. اللي باقا ما حملناش من بنياتي الله يجيب ليها الذريه الصالحه ويعطيها الذريه الصالحه، وما تنساش لان الوصفات غير السبب، ماشي الوصفات اللي غتعتمدوا عليهم، اعتمدوا على الدعاء والاستغفار ونبداو الإيحاء في الدعاء مع الله، ربي غيستجب لكم. اولا هذه الوصفه راها كدار من شهر لشهر، كيديروها مره واحده من الشهر، كيديروها الجدات، كانوا كيديروها الجدات بكري. هذه الوصفه كيديروها البنيات اللي تزوجوا وباقي ما جابش لهم الله، تيديروها لهم ديك الساعه كيجيب لهم الله. يعني كديريها في الشهر الاول مره في الشهر، كديريها من ورا الدوره، والا ما حملتيش ما جابش الله يعني تكريها في الشهر القادم، يعني من ورا كل دوره ديري هذه البرتقاله. المكونات هي البرتقاله، برتقاله واحده من نوع ممتاز، كتعرفوا البرتقال هذا هو وقته. درت لكم الوصفه لان هذا هو وقته. والمكون الثاني هو حب الرشاد. حب الرشاد غني على التعريف، ما كاينش اللي كيعرفش حب الرشاد. حب الرشاد راه كيكون مزيان للمرأة اللي باغا تولد، ولا اللي منافساء، ولا اللي عندها البرد، ولا عندها الزكام. هاد حب الرشاد راه غني على التعريف، معروف هاد حب الرشاد هو اللي كيقول ليه الحبة الحمراء ولا التفاء، يعني في الدول الأخرى كيقولوا التفاء ولا كيقولوا الحبة الحمراء. هاد راه هو معروف، راه مزيان للمرأة اللي باغا تولد، والمرأة النفساء، والبرد والزكام، يعني تحت فهاد القيسة ديال البرد كيديروا الناس في الشوربة ديال شوربة ديال الحسوة، يعني كنقولوا شوربة الشعير كدار. يعني هاد المكونين اثنين هما البرتقالة ومعلقتين اثنين مصغار من حب الرشاد. ديما المقادير ان شاء الله دوكا غنتقوا ان شاء الله الى الطريق. بسم الله على بركة الله. كناخذوا هاد الليمونة بعد ما كنغسلوها مزيان وكناخذوها، كنحيدوا هاد العروش، هاد العرش نحيدوه ديال هاد الوريقات، وكنقطعوا ليها راسها من هنايا. ها انتما كتشوف هاك، اش غنديروا وليداتي؟ غنبداو نحاولوا نكونوا ثقوب لداخل. هاد الثقوب ان شاء الله ملي غنخشيو فيهم، يعني نمليوهم نعمروهم بحب الرشاد. هاد الطريقه هما كان كيديروها الجدات ديالنا في قديم الزمان، كانوا يمدوا عليها البنيات اللي تعطلوا على الولاده. مشات عليها الدوره، يعني كتصوبها، قبل ما تولي على الطهر، صوبها في ديك الليله وتخليها تبيتها ليله كامله ان شاء الله. ها انتما كتشوفوا اثنين، نحاولوا نثبتوها مزيان هاد حب الرشاد، ندخلوه مزيان الى العمق البرتقال. ها انتم ملي كندخلها مزيان غادي نردو عليها، الغلاقه ديالها بحالكم هاكا هي، ونخليوها ليله كامله بيتها بحال هكا في واحد البلاصه، ليله كامله بيتها. السيده اللي غادي تناولها تتكون على الطهر، اللي تكون على الطهر في الليله اللي غادي تكون في الليل قبل ما تمشي الى النوم، قبل النوم تاكلها، تاكل تاخذ معلقه بحال هكا الطريقه، تلقاي هاد الحب الرشاد يعني رطاب لداخل. اش كديري؟ كبدا تقلع الليمون مع حب الرشاد وكتاكلي، كتلقاي هذا حب الرشاد يعني رطاب وسط الليمونه، كيولي طالق المنافع ديالو في هذه الليمونه كامله، في هذه الحامض. حنا كنقولوا البرتقاله ماشي ليمونه، حنا كنقولوا الليمون باللغه العاميه، كنقول الليمون هي البرتقاله. هانتوما عقلوا بنياتي، يا برتقاله هانت بحال هكا هي، كتكون بحال هكا طابت، كتناولها بالمعلقه، كتبيبات ليله كامله الغد في الليل قبل ما تمشي للنوم ديالها، تناول البرتقال وتناول معها حب الرشاد. راه غتسخنها مزيان مزيان هذيك الليله، ما تدوز ديك الليله
ما تكونش هذيك الليله علاقه نهائيا حتى الليله الاخرى ان شاء الله عاد تكون علاقه ان شاء الله، وان شاء الله غادي يجيب الله المراد. ثقوا بيا بنياتي، هذه هي الطريقه ديال الوصفه ديال تسريع الحمل للجدات، وجبتها لكم من اعماق التراث ديال المغربي الاصيل اللي كاين من اللي جداتنا كانوا كيداووا بهذه الطرق الطبيعيه، يعني ماشي بلا دواء بلا والو كانوا كيداووا بهذه الطرق. الا مكونين اثنين، برتقال وحب رشاد. هذه الوصفه اللي جبت لكم اليوم، ونتمنى هذه الوصفه تعجبكم ابنياتي، والله يعطي لبنياتي كل ما كيتمناو، والله يعطي كل بنيات الدريه الصالحه ان شاء الله. ولا تنساو انا قلت لكم راه هذا غير سبب، كيقول لك الله سبب عبدي وانا نعينك، كما كيقول المثل المغربي، يعني كيقول لك الله دير السبب والكمل على الله، الانسان ما تقنطش من رحمه الله، راه السبب والسبب هو اللي كيجيب الله الحمل. اما باش تبركي وتقولي راه الله ما جابش ليا هذه، ولكن خاصك دير السبب. كاين حكايات كثيره بان هذا السبب، علاش كيقولوا حنا السبب، كيقول لك سبب ربي عبدي وانا نعينك، كاين يعني كاين حكايات كثيره على هذا السبب، ولا ما نقدرش نحكيها لكم، انا غادي نطوع لكم الفيديو ان شاء الله تطلبوها مني، ونحكي لكم حكايات زوينين من التراث ديالنا المغربي ان شاء الله. وكن نقول البنات اللي حملوا، راه البنات بزاف تبارك الله حملوا من جميع الوصفات اللي عندي في القناه. اخر بنت حملت من التحاميل القابلات، دوك التحاميل ديال القابلات اللي صورتو بالخزامه وبالشيح وبالثومه، يعني كيكونوا زوينين، كتصاوبهم التحاميل كتصاوبهم بيدك وتعرفي اشنو صوبتي، وكديرهم من الدبر قبل النوم كيحيدوا البروده الا كان عندك بروده. وراه حملت بهم اخر وحده، راه حملت بهم وحطيتها في المنتدى عندي باش تشوفوا تدخلوا عنده وتسولوه. وبالمناسبه لبنياتي كاملين اللي باغي نقول لكم السبب، لان الوصفه هي السبب اللي كتحمل، باش كتحمل اولا، وثانيا بفضل الله والدعوات ديالكم والاستغفار ديالكم مع عند الله باش ربي يعطيكم. وثانيا تعرفوا السبب، تمشيو عند الطبيب وتشخصوا مناش عندكم المشكل، واش انت اللي عندك المشكل ولا الزوج ديالك اللي عنده المشكل، وتعرفي انت المشكل ديالك اشنا هو، واش عندك ضعف في المبايض، واش عندك تكيسات، واش عندك بروده في الرحم، واش عندك شي مشاكل في يعني شي مشاكل اللي هي اللي عندك عائق، ولا الرحم ديالك نازل، الا كان نازل عندك الرحم حتى هو راه عائق خصك تهزيه، يعني بزاف المشاكل اللي كتكون عائق في الحمل. شوفي الطبيب بعد الاول ديال النساء ولا طبيبه النساء وتعرفي السبب ديالك، من بعد عاد دخلي، راه عندي القناه غنيه بالوصفات للحمل، دخلي شوفي الوصفه اللي تناسبك وكتليق لك هي اللي غادي ديري ان شاء الله. ما تلحقيش ديري الوصفه عشوائيه، تعرفيها كتليق لك عاد ديريها. واش اللي كنقول لكم ابنيتي، كنوصيكم كنصحكم، الله يجيب لكم الدريه الصالحه ان شاء الله، ويعمر حجركم ويفرحكم وتفرحوني معاكم. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.